الآن بدينا كنقربوا للوردة الأخيرة في المشموم، هي وردة جنوبية ساحرة. نعم، فهناك في الجنوب الزاخر بالتراث الأمازيغي الرائع لازالت سرودان تتبدع في الشعر الشعبي العربي. والنموذج قصيدة رشيدة للشاعر عمر البري وبصوت المنشد الشاب المتألق المهدي النسولي. علاش يا مالي قول مالي حيانا لا لا العادة حيانا لا لا ويا لا لا يا مالي قول مالي حيانا لا لا العادة حيانا لا لا ويا لا لا الله يكمل لي قلبي غريب عمرك برزاغة يا في المحنف وانت فيك سود الحجاب في الناس سنة النجاب هل من عبيد وعبيدة يا طول مقام ضعضي من بلدان بعيدة بلا في الوفود
اه يا خوت هاد القصيدة عجيبة فريدة سماها مولاها رشيدة لكن رد بالك يا سامع نعم المقصود هنا جليل عظيم نور ساطع المستور في القصيدة ما هو منطوق شاعرنا راه مقصد أنت أي أنت أو مخلوق آه يا راه مازال ما استلغيت كلامك واستعصى عليا مرادك أشرح أفسر أنا نفيدك نعم إوا اسمع مني بدين إفادة قول رشيدة هنا رمز المكة مكة؟ لا مكة المكرمة الممجدة إوا وشنو هو دليلك؟ هات البرهان القصيدة راه كلها دليل ويكفيك منها هاد البيت قول أخ الربي كان طلب محتاج نعود لك مولات التاج نشرب كيوسي لذيذة من زمزم ونزيد المناسك بالقاعدة يكمل المقصود الله يكمل مقصودنا جميع آمين هكذا يكون كلام الصح صحيح يا الخوت المغلف بالمخفي والصريح الخوت نعم واش نسيتيو باللي سبق وقلنا في البداية بأن فن الملحون هو فن المجازات والاستعارات اسلام الله دايم اسلام الله دايم للشعراء والباحثين والعازفين والحفظة والخزانة والمنشدين اسلام الله والتحية الكافة للملحون الماهرين الاحياء والراحلين وهكذا بين كلمة ونغمة ورقصة وحضرة جلنا أحباءنا في بحور الأصالة ما سخيناش بكم وأكيد حتى أنتم ما سخيتوش بينا لكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه ولكل امتداد نهاية ما غاديش نقولوا وداعا إنما غادي نقولوا إلى اللقاء قريبا في رياض تراثي جديد صيانة ذاكرتنا الفنية من أولويات تلفزتنا المغربية فابقوا أوفياء لها طابت أوقاتكم في أمان الله إلى اللقاء